بسم الله الرحمن الرحيم، أعزائي الطلبة والطالبات الصف الثاني الإعدادي أهلا ومرحبا بكم وهنكمل مع بعض مشوارنا مع فرع الجبر السنة دي وهنشوف موضوع الأعداد الحقيقية رايح بينا لغاية فين. كنا اشتغلنا مع بعض الأعداد غير النسبية وعرفنا إيه حكاية الأعداد غير النسبية وليه سميناها بالاسم ده وبعد كده اتغلبنا على مشكلة إن العدد غير النسبي لا يمكن في وضعه في صورة قيمة محددة ألف على ب في الحلقة اللي فاتت وعرفنا إن إحنا بنتعامل مع الأعداد غير النسبية إما بقيمة تقريبية أو بإن إحنا بنحصرها بين عددين نسبيين أو أخيرا كنا بنمثلها على خط الأعداد. الأعداد غير النسبية ومع الأعداد النسبية بيكونوا لي مجموعة جديدة من الأعداد هنسميها السنة دي مجموعة الأعداد الحقيقية. والرمز بتاعها هو ح. ايه موضوع الاعداد الحقيقيه ده؟ وايه اللي احنا هناخده النهارده يخص هذا الموضوع؟ خلينا نشوف مع بعض ايه اللي هنقوله مجموعة الاعداد الحقيقية ح زي ما اتفقنا رمز الاعداد الحقيقية هي ح، ودي مجموعة مكونة من الاعداد النسبية والاعداد غير النسبية. عارفين الاعداد النسبية الرمز بتاعها ن، والاعداد غير النسبية الرمز بتاعها نون شرط فاتحاد المجموعتين دول مع بعض نقدر نقول انها مجموعة الاعداد الحقيقية يعني بالتحديد كده بقى بقى الشكل العام عندنا دلوقتي بقى عندنا مجموعة جديدة بتشمل كل المجموعات كالعادة كل مجموعة جديدة احنا بناخدها بتبقى تحتوي جميع المجموعات السابقة زي ما احنا شايفين كده المخطط كده اللي احنا قدام عينينا ده الأعداد الحقيقية مكونة من مجموعة الأعداد غير النسبية اللي هي نون شرطة بالإضافة إلى مجموعة الأعداد النسبية اللي ما ننساش اللي كان جواها مجموعة الأعداد الصحيحة ومجموعة الأعداد الطبيعية والكسور بتكون حاجة اسمها نون نون التحدي ن شرطة زي ما اتفقنا هي مجموعة الأعداد الحقيقية وكالعادة كل مجموعة بتيجي بتحتوي المجموعات السابقة ط الأعداد الطبيعية مجموعة جزئية من الأعداد الصحيحة والأعداد الصحيحة بالأعداد الطبيعية اللي فيها مجموعة جزئية من الأعداد النسبية اللي هي بدورها مجموعة جزئية من الأعداد الحقيقية زي ما اتفقنا دلوقتي مجموعة الأعداد الحقيقية هي بتتكون من ثلاث أجزاء ح موجب وصفر وح سالب واحد يقول لي الله هي مش كانت جزئين دلوقتي ايوه يا شباب احنا لو قسمناها جزئين نون ونون شرطه هلاقي ان الاعداد النسبيه فيها موجب وسالب وصفر ونون شرطه فيها موجب وسالب وطبعا ما فيهاش صفر لان الصفر ده عدد نسبي ولا ينتمي لاعداد غير النسبيه. لكن التقسيمه المره دي هي اعداد حقيقيه موجبه وسالبه وصفر ليس ليس موجب وليس سالب. بدليل ان ما فيش تقاطع بين الاعداد الحقيقيه الموجبه والسالبه. يبقى لو شفناها كده على خط الاعداد هلاقي ان الصفر على يمين الصفر مجموعة الاعداد الحقيقية الموجبة وعلى شمال الصفر مجموعة الاعداد الحقيقية السالبة وده اللي هنشوفه بالتفصيل اكتر في موضوع الفترات ان شاء الله هنا بقى عندي مجموعة اعداد حقيقية بص كاتبين هنا ايه غير السالبة خلي بالنا عايزكم تميزوا هنا بين السالبة وغير السالبه، لو قال غير السالبه يبقى معنى كده انها اكبر من او يساوي الصفر، يعني بتشمل الاعداد الحقيقيه الموجبه ومعاها الصفر، اول ما يقول لي غير السالبه يبقى موجب ومع الصفر، وبالتالي غير الموجبه بتشمل الاعداد الاصغر من او تساوي الصفر، وهي الاعداد السالبه معاها الصفر. من هنا نقدر نقول ان احنا عندنا ح ستار، اللي نجمة دي أي مجموعة فوقيها نجمة نعرف إنها جميع الأعداد ما عدا الصفر، يعني بستبعد منها الصفر. ح ستار يبقى ح فرق الصفر، اللي هي هتتبقى عندي موجب وسالب، بصوا كده فوق، ح هي عبارة ح موجب وصفر وح سالب. طب شلنا الصفر يتبقى معايا الموجب وإيه؟ السالب. عشان كده بقول لكم إن ح ستار هي ح فرق الصفر. تعال نشوف نتعرف اكتر على المكونات دي عشان انا شايف كده ان احنا بدانا يبقى الموضوع كبير علينا ونتلخبط شويه تعال نرتب افكارنا من خلال التمارين اللي هنشوفها مع بعض اكمل ما ياتي نون اتحاد نون شرطه لسه واخدنا حالا نون اتحاد نون شرطه هي مجموعه الاعداد الحقيقيه ح ما ننساش لما يقول نون تقاطع نون شرطة بيساوي فاي ح فرق نون يعني ايه ح فرق نون يعني الاعداد الحقيقية بتاعتنا اشيل منها مجموعة الاعداد النسبية يبقى الله ينور عليكم فعلا هي عبارة عن نون شرطة هنا برضو ح فرق نون شرطة اعتقد بقت سهلة هنا يبقى بيساوي نون يعني زي ما احنا اتفقنا دلوقتي ان احنا عندنا مجموعة الأعداد الحقيقية هي عبارة عن نون ونون شرط فلو شلنا واحدة منهم اتبقى التانية فعشان كده بقول حفر نون بنون شرطة وحفر نون شرطة بيساوي نون نشوف كمان مثال زي ما اتفقنا اهو لسه قايلنا من شوية ن تقاطع ن شرطة بيساوي فاي. اللخبطة اللي بتحصل يا شباب العلامة دي طالما عاملة زي حرف ال كده يبقى دي علامة التقاطع والتقاطع هو المشترك بين النون والشرطة اللي مش موجود يبقى بكتب فاي الاتحاد كان بيساوي ح ح تقاطع ح موجب تقاطع ح سالب اعتقد برضه بيساوي فاي ولسه واخدينها من شوية السؤال اللي بعد كده ح موجب اتحاد ح سالب بيساوي ايه؟ هو هنغلط ونكتب ح؟ لا لازم ح ستار لانها عباره عن مجموعه الاعداد الحقيقيه ما عدا الصفر في ناس يقول لي طب ممكن يا مستر نجاوب الاجابه الثانيه اللي هي حفر المجموعه صفر اه طبعا ممكن والاجابتين صح طالما اكمل لكن لو اختيار هيبقى في اجابه وحيده بس صح تعال نشوف مع بعض كده مجموعه اسئله اختيار من متعدد على مجموعه الاعداد الحقيقيه ومكوناتها بيقول لي هنا يا ترى ح بتساوي اتحاد ايه هل نون اتحاد نون شرطة؟ ح موجب اتحاد ح سالب، ص موجب اتحاد ص سالب، ط اتحاد ح سالب، أعتقد إنها سهلة ومباشرة هي عبارة عن نون اتحاد نون شرطة. هنا دلوقتي كاتب إيه؟ س حيث سين تنتمي لح اللي هي الأعداد الحقيقية، وس أقل من صفر، خلي بالنا يا شباب هنا أقل من صفر بس مفيش أقل من أو يساوي، أقل من صفر بس. يبقى الأعداد الحقيقية السالبة. إذا كان س عدد حقيقي سالب، فالعدد الذي يمثل عدد موجب في الأعداد التالية، يبقى أنا كده عندي عدد حقيقي سالب، يا ترى مين في دول يبقى موجب؟ معروفة إنها س أس 2. قال لي لا معروفة إزاي؟ أنا مش عارفها يا خلاص تعالى ناخد مثال. قول لي مثال لعدد حقيقي سالب، وليكن مثلا سالب اي عدد حقيقي مثلا جذر 3 يبقى كده سالب جذر 3 لو عملناها اس 2 فهتساوي سالب اس 2 بموجب وجذر 3 اس 2 زي ما اتفقنا في الحلقات اللي قبل كده بتساوي 3 يبقى فعلا هي س اس 2 هنا بيقول لي كل عدد غير نسبي هو عدد ايوه برافو عدد حقيقي لان احنا اتفقنا ان نون شرطه مجموعه جزئيه من ح صفر وح اه برافو صفر ينتمي لح خلي بالنا عشان لو كتب هنا ح موجب او ح سالب كنت هحط لا ينتمي هو هنتلخبط هنا سهله جدا الجذر التربيعي ل 10 تربيع ناقص 8 تربيع هنا بقى الغلطه اللي الناس بتقع فيها تملي بنفتكر ان احنا 10 تربيع جذرها 10 و8 تربيع جذرها 2 يبقى 10 8 او 8 تربيع جذرها 8 يبقى 10 8 2 الكلام ده مش صحيح لما يكون في طرح يبقى بجيب الناتج الاول وبعد كده 10 تربيع ب 100 8 تربيع ب 64 برده ما بجيبش واستعجل اجيب الجذر استنوا عليا شويه 100 64 ب 36 هنا بقى اجيب الجذر يطلع 6 نيجي بقى بعد كده بنقول اوجد مجموعة حل المعادلات تاني اه في فرق هنبدأ نشوف مع بعض مجموعة حل المعادلات قال لي ما احنا يا خدنا مجموعة حل المعادلات قبل كده احنا كل مجموعة جديدة هنتعامل معاها هناخدوا بيها مجموعة حل المعادلات بدأنا شغلنا الترم ده حلينا المعادلات في نون وبعد كده خدنا نون شرطة حلينا المعادلات في نون شرطة النهارده خدنا مجموعة الأعداد الحقيقية اللي بتتضمن نون ونون شرطة، يعني الأعداد النسبية والأعداد غير النسبية، ومنها هنبدأ نحل معادلات على مجموعة الأعداد الحقيقية، يبقى في كل مرة بنحل المعادلات، بس اللي بيختلف عندي هو مجموعة التعويض اللي بشتغل عليها. لو شفنا مثال على مجموعة حل المعادلات، س تربيع ناقص أربعة بيساوي صفر. هنا ما ننساش مجموعة حل المعادلات هنا في حق الأعداد الحقيقية. أبدأ أنقل السالب أربعة إلى الطرف الآخر بالمعكوس الجمعي، وبالتالي س تربيع بأربعة، وسامع حد بيقول لي أيوه طالما س تربيع بتساوي يبقى س بتساوي موجب أو سالب الجذر التربيعي لأربعة، يعني موجب أو سالب 2 هنا السؤال أنا بكتب المجموعة الحل المرة دي اتنين وسالب اتنين وأنا مطمن جدا ما بكتبش فاي، ليه يا شباب؟ لأن فعلا موجب اتنين واتنين أعداد حقيقية. هنشوف مثال تاني أوجد مجموعة حل المعادلة في ح وأعطيني الشكل اللي احنا اتفقنا على طريقة الحل بتاعتها س تربيع زائد تلاتة في قوس لوحدها وس تكعيب زائد سبعة وعشرين الكلام ده بيساوي صفر، اتفقنا مع بعض إن كل واحدة منهم هتبقى بصفر وابدا اشتغل عادي، اتفقنا مع بعض ان احنا كل قوس من هذه الاقواس هنساويها بالصفر، س تربيع زائد تلاتة بتساوي صفر، وس تكعيب زائد سبعة وعشرين بتساوي صفر، ومن هنا س تربيع بتساوي سالب 3 ونقف هنا وقفة مهمة جدا، هل عندنا في الأعداد الحقيقية جذر تربيعي لعدد سالب؟ ده غير صحيح، لأن الجذر التربيعي لعدد السالب لا ينتمي إلى قال اللهم لا ينتمي لايه ان شاء الله في المرحله الثانويه هنعرف انه هينتمي للاعداد المركبه لان ده يعتبر جذر او قيمه تخيليه زي ما هنشوف ساعتها ان شاء الله يبقى معنى كده ان احنا عندنا القيمه الخاصه بموجب او سالب الجذر التربيعي لسالب 3 ليست عدد حقيقي وما اقدرش اخدها في مجموعه الحل تعال نشوف الجزء الثاني من المساله س 3 زائد 27 بتساوي صفر س أوس 3 بتساوي سالب 27. هل دي المرة دي برضو في فاي؟ لا مختلفة، اتفقنا مع بعض إن أوس 3 ممكن تساوي سالب. يبقى س بتساوي الجذر التكعيبي لسالب 27 اللي هي سالب 3. ومن هنا بقى أقدر أقول بقى عشان أكتب مجموعة الحل. أول معادلة ما عطتنيش حاجة. أول معادلة ما عطتنيش حاجة لأني ما خدتش منها حل. المعادلة التانية عطتني سالب 3، ومن هنا مجموعة حل المعادلة كاملة. بيساوي سالب تلاتة بالشكل ده نقدر نحل التقويم اللي قدام عينينا دلوقتي اعزائي الطلبه والطالبات لغايه هنا نقدر نقول ان احنا عرفنا ايه هي الاعداد الحقيقيه وجت منين ومكوناتها ايه وعرفنا الاعداد النسبيه والاعداد غير النسبيه لما نعمل لها عمليه اتحاد بتكون ما يسمى بالاعداد الحقيقيه، وعرفنا كمان ازاي بنحل المعادلات في مجموعه الاعداد الحقيقيه، مجموعه الاعداد الحقيقيه مكمله معانا لغايه اخر الوحده، وزي ما بقول ان المجموعه دي من المجموعات المهمه جدا اللي هيكون فيها شغل مهم جدا جدا في الحلقات اللي جايه، اشوفكم على خير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته